عسلامة. أنا اليوم نحب نحكي على حاجة صارت لي لو 2 سبتمبر 2017 في مطار تونس كارتاج. الفول نتاعي بريفو 22h 15h35، دونك مشيت للمطار ماضي ساعة على أساس الفول نتاعي 15h35، ما قاعد غوتاردي بور 19h30، وليت هزيت روحي وروحت. كيف كان نفكر 2 كيلومتر من المطار، معناها مش بعيد، ما فماش علاش نقعد مطيشة. روحت اونتخو تون، قعدت ندخل على السيت نتاع فينيسير، معناها نشوف في لي فول وكل شيء. فما شي شونجمون، فما شي ريتار، فما شي انيلاسيون، ما نعرفش لونجسترومون يحل لي، لا ما فما شيء. ديما غوتار دي بور 19h30. الخمسة جيت خارجة من الدار، ولات ريتار دي بور 20h45، وتقعدت في الدار ما فماش علاش خارجة نجري. طبعا بعد خرجت من الدار انا في الكرهبة ماشية للمطار، بقاها وليت 22h45، معناها عملت ريتار سيلف. قلت هكا هو معرفش فيها، خلينا نمشي للمطار. مشيت للمطار، خلصت للمطار، قعدت نلوج، قعدت شوية مع الفاميلي وكل شيء. بعد قلت خلينا نمشي نشوف العبيد، معناها فينهم اللي مسافرين وكل. نلوج على شكون ماشي المصدر، ما فما حتى حد ماشي. مشيت نلوج على شيف ديسكال، بالطبيعة ما لقيتوش في بيروه، عبيد ما يعنيش بالخدمة، ما يعنيش باش تخدم. قعدت نلوج عليه من بلاصة لبلاصة، ريقي شايح. بعد لقيته قال لي، قلت له كيفاش، قلت له وقتاش تحلوا لونجستخمون سامحني. قال لي يا اخي ممكن تحلينا وسكرنا. حسسني اللي هو حل عطار، معناه على كيف هو سكروا على كيف هو. ميم با افيشي في التابلو اللي هو لونجستخمون تحل، ميم با مكتوبه ريتاردي، ما فماش لونجستخمون، ما تكتبتش اصلا لونجستخمون لا على السيت ولا في التابلو نتاع الواحد. كان ما انا قمت نسال وحدي، راني ما فقتش، راهي الطياره طلعت وانا باقي قاعده في بلاصتي مع الدار، مانيش فاهمه حتى شيء. معناها جاب ربي مشيت سالته، حاسي قال لي وين كنت، درا شنو حلينا وليه ليه توا ليه ودرا شنو وسي. قلت له يا ودي راني، راكم انتوما عاملين ريتار، ما انتوما غالطين، معناها مش انا اللي غالطه، انتوما غالطين. كيفاش معناها ما تكتبوش وما حاسي وخرجني انا غالطه من الاخر. باهي قلت له. من بعد في الاخر بالكل قال لي اوكي حلي. عديت الباجاج نتاعي، مشيت دخلت، قلت لك هاو خندخل نتعدى على الديوانة. ديجا وقتها 8:30 ولا 9:15، هي الطيارة 22:45 وليت. مشيت دخلت في الديوانة، انا مش متعدى، حسيت ودخل على الباسبور نتاعي الديواني، ما نعرفش شنو لقى فيه، ما قعد يسأل فيه اسم بو، اسم جدك، اسم جدك، درا شنو. بعد مشي قال لي ذولي فما مشكلة من السيستيم، مشي نقل من البوست نتاعو ونقل للبوست الاخر باش يعديها على السيستيم الاخر. انا شد التليفون هكا نكلم في خويا باش نحكي له الحكايه اللي صارت، حطيت اوتبرير التليفون، معناها محطوط هكا. قال لي على طول صوتو بعيد عليا، راهو هو على طول صوتو، ما قلت تربيتك هبط التليفون تصور فيا، ماشي في بالهم نهبط نصور فيهم باش نوضحهم معناها كيفاش هما يعطلوا فيا في الديوانة وكيفاش درشنا. معناها انا ما عندي ما نصنع في حياتي، وهو انا حقني، انا بالرسمي انا حقني، راني صورت ووضحتهم بالحق على الكلام اللي قالوه لي نهارتها. ما خلى مقال، ما خلى مقال بالحق، في ماكش متربية، في والله لك مسافرة، لا قدر. انا جو سوي انسان اونسانت، معناها ما يقدرش، ما يراعيش، معناها ما نقولكش هذايا واحد يعلم به ربي، هذايا سمعني ملكة. قلت له ما بقيت ما نعمل نصور. قلت له والله اللي نصور فيك يا ودي في طولك في عرضك بالحق، راهو عبيد مرضى، انسان مريض، انسان بالرسمي معناها ماهوش نورمال، ما فهمش ايه يعني، ما له الدرجة معناها. قلت له كي انت تخدم في خدمتك الصحيحة، قلت له واش خايف نصورك ولا ما نصوركش، وانا اصلا بالرسمي مانيش نصور فيه، معناها كنت حتى تليفون شدته هكا حطيته اكبر، لا مش نكلم خويا، معناها مانيش قاعدة وما جاتش في بالي اصلا مش نصوره، وبالرسمي حقني صورته انا. لا يحترموا حاسين، وما فما حتى طرف احترام، ويصيح ويعيط على قد صوته، وانا ما انا نرعش بكلي. وليت كان صارت لي حاجه انا نهارتها باش ينفعني هو ولا غيره، ما ينفعني حتى حد، كان صارت لي حاجه نرعش بكلي، معناها ما قدرنيش، مراه حبله قدامه ما قدرنيش وما احترمنيش بالحق. قول علي، معناها قول علي، معناها انت ماكش موجود، انت ماكش انسان بالرسمي، تريتيو في العبيد تقول عليهم حيوانات قدامهم، معناها ما 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 في بيلو بروحه هو ديواني شنو، معناها يتعدى على العبيد ويسبهم وكل شيء، العبيد تسكت له. حاسين وجاني فوق الشيف اللي فوقه عديني الباسبور وطيشهولي هكا. من با سامحني، من با قدروا، من با معناها بالحق استهزاء، وما فماش معقولة. وكان قلت له انا كلمه ولا حاجه،
راو وينك، راو سي معناها، راو عملوا فيا ريكلاماسيون، راو وليت هنا غلطة.